Bismillah, Nummer 6, Nummer 16, Lektion 16, ich liebe meinen Mann. Ana uhib zawji. طبعا مان رجل أصلا، لكن من حيث القرينة زوجي. فمكتوب verb mit accusative. نحن هنا نأخذ الأكوزاتيف الذي أقيم عليه الفعل، يعني احفظوها كده إنه الفعل وقع عليه على هذا الاسم. فيقول subject der كان verb trinkt يشرب الجارسون يشرب object الأوبجكت يعني بالإنجليزي einen Saft عصير. فده نوميناتيف ده الفعل وده الأكوزاتيف. زي ما لدينا في العربي الإعراب فاعل مفعول به وهكذا، لدينا في الألماني أيضا باوشتاينر. نحن في الألماني نسميها باوشتاينر، يعني أحجار أو لبنة. فلو عرفنا كل لبنة يكون سهل. طبعا الترتيب مثلا حسب الترتيب نعرف أيضا أين الشيء. الآن يقول trinken ist ein Verb mit Subjekt، هو فعل مع فاعل Subjekt der كان الجارسون und Object oder Object الأوبجكت الشيء einen Saft. طبعا في الألماني وحتى في الإنجليزي نسميه Object للأكوزاتيف للداتيف للجينيتيف. الذي لا يفهم شيء عن الداتيف ولا الجينيتيف لا يوجد مشكلة، سنأخذه فيما بعد. Das Objekt steht im Akkusativ، يعني محله في الأكوزاتيف. Das Objekt kann eine Person oder eine Sache sein، ممكن يكون شخص ممكن يكون شيء. Ich liebe meinen Mann، هنا يكون شخص، أنا أحب زوجي. أنا أضرب كلبي مثلا، يكون شيء شيء. فالآن لدينا النوميناتيف والأكوزاتيف. فراغة من حيث السؤال نسأل من فيا للشيء نسأل عن فاس. طبعا هنا يقول الواحد الأجنبي الذي يتعلم الألماني أنا كيف أفرق بين فيا وفين، لأنه في الأكوزاتيف نسأل عن الفين. ف من الذي قام به ومن الذي أقيم عليه حتى نفرق نوعا ما. طبعا لو بس يكون أيضا بس في الأكوزاتيف، لأن الغير العاقل يبقى زي ما هو بس. طيب الماسكولين نرى الفروق. دائما في الأكوزاتيف دين من أين من أينن من، فنلاحظ أنه إي أن إي أن. كاين من كاينن من، نلاحظ أنه في الآخر إي أن. الباقي أصلا نفس الشيء، يعني لم يتغير أي شيء، هو الماسكولين بس هي هو الموضوع. فنيترال داس كينت يبقى زي ما هو داس كينت، أين كينت أين كينت، كاين كينت كاين كينت. يعني في المعرفة والنكرة والنفي. نفي نفس الشيء، دي فراو دي فراو، أين فراو أين فراو، كاين فراو كاين فراو، يبقى زي ما هو. البلورال دي لويتر دي لويتر، لويتر لأنه جمع فلا نستطيع أن نقول أين لويتر لويتر، كاين لويتر يبقى زي ما هو كاين لويتر. Habt ihr Fragen؟ كاين فراغ طيب زي الفل.